الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية موت الأوز أو الوز في المنام للإمام محمد ابن سيرين طيب الله سراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. تشير رؤية الأوز الميت في المنام إلى وجود امرأة قاسية في حياة صاحب الرؤية. في المنام تدل رؤية الرجل موت الأوز على ترك الراء لعمله ومعاناته من الهموم ومن الديون. رؤية الوز الميت في المنام تدل على خسارة كبيرة يتعرض لها الراء في حياته. عندما يرى الشخص بأنه مات يذبح وزة في منامه، دليل على خير ورزق كبير يأتي إليه أهل الميت وعائلته. سماع صوت الأوز في المنام إشارة لقدوم الأحزان والمتاعب للرائي، وقد يكون خبر وفاة أو حريق، والله أعلم. رؤية المرأة الحامل للوزة البيضاء في المنام دليل على أن مولودها سيكون أنثى. قد يشير رؤية الفتاة العزباء للوزة البيضاء إلى زواجها من رجل سري له ثروة كبيرة وميسور الحال. الشاب الأعزب الذي يرى في منامه وزة بيضاء تدل على اقتراب زواجه من فتاة جميلة. عندما ترى المرأة المتزوجة الأوز الأبيض في منامها إشارة إلى اقتراب حملها ورزقها بطفل جديد. في المنام تدل رؤية الأوز الأبيض على الحياة المستقرة والشعور بالأمان وراحة البال، والله أعلم. تشير رؤية المرأة الحامل للوز الأسود أو الرمادي في المنام إلى أن مولودها سيكون ذكر. قد يشير رؤية الفتاة العزباء للوز الأسود إلى فراقها عن أهلها وغربتها عنهم والفشل وعدم النجاح في حياتها. الشاب الأعزب الذي يرى الوزة السوداء في منامه دليل على المشاكل والهموم التي قد تحدث للرأي في حياته. في منام المرأة المتزوجة تدل رؤية الأوز الأسود على المشاكل الكثيرة في حياته الزوجية ورغبته في الطلاق والانفصال للتخلص من تلك المشاكل، والله أعلم. عند رؤية الشاب الأعزب للأوز الأسود تحذير له من تقربه من سيدة سيئة السمعة والسلوك أو قريبة من أصحاب السوء، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.